يسير الوضع المعيشي المتأزم في لبنان بسرعة جنونية نحو نفق مظلم. ظلام كبير يلف أيام اللبنانيين ويأسرهم في قتامته. فالماء الذي لا يمكن تصور العيش من دونه لم يعد في متناولهم بعد أن نفد من الأسواق بسبب تراجع القدرة الإنتاجية للمصانع. بضع عبوات بأسعار باهظة وضعت أمام رفوف خالية من الخبز أيضا بسبب أزمة المازوت. يعني مي صارت حق الشنطة 35,000، إنه أنا يوميتي ما بتوقف 45,000، بدي أحطها كلها حق شنطة مي، يعني أنا كل يوم بدي 3-4 قناني مي. كيف إنه حتى المي صار بدنا نشحاد أشحادي يا زلمة، ما بدنا أكل وشرب، بس إنه مي صار 35,000، مسخرة أكثر من هيك ما بقى فيه. لا مهمة يؤديها شرطيو السير في لبنان بعدما فرغت الشوارع أو تكاد. فالحياة تتجه عقاربها نحو الجمود أو الشلل نظرا للحاجة الاستراتيجية للمحروقات في حياة الناس والقطاعات الاقتصادية عامة. التعطل اللي أحدثته يعني اللي أحدثه انقطاع المواد المحروقات من السوق بيرجع للثغرة اللي موجودة أساسا بتأمين خدمة الطاقة والكهرباء للمواطنين ولا القطاعات الصناعية والتجارية. معروف أنه بلبنان في مشكلة تاريخية بقطاع الكهرباء، والقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية حتى والبيوت يعني الأفراد يعتمدون بشكل أساسي على مادة المازوت لتأمين الطاقة، وبالتالي عندما حصل يعني نقص بإمداد المازوت بالسوق صار في مشكلة حقيقية عند الناس وتعطلت الأعمال بشكل شبه تام في البلاد اليوم. الكهرباء مقطوعة على مدار الساعة، المحروقات نادرة أو محتكرة ولا تغطي حجم الطلب. تتقاطع الأزمات الحيوية هنا وتتفاقم الحاجات الاستراتيجية، فيغدو اللبنانيون في جحيم لا أثر لمعالم الحياة فيه كما يقولون. يقول خبراء في علوم الاقتصاد إن غياب المازوت عن القطاعات الحيوية سيؤدي إلى تساقطها كقطع الدومينو الواحدة تلو الأخرى، وسيضع الأمن المعيشي في خطر يخشى معه أن يودي بالبلاد إلى حالة من الفوضى العارمة. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت. شكرا لمتابعتكم، اشتركوا في قناتنا على يوتيوب.